اهلا اهلا، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده بعنوان ماذا يوجد في حقيبتي او ايه اللي موجود في شنطتي. في كده شويه اساسيات لازم تكون موجوده في شنطه كل بنت، فاحنا هنعرف دلوقتي ايه هي الاساسيات دي اللي بتبقى موجوده في الشنطه الاساسيه، لان طبعا كل واحده عندها كذا شنطه. ففي شنطه كده اساسيه بتكون عندك بتنقلي منها الحاجه اللي موجوده في الشنطه دي لشوية الشنط التانيين، بس الأساس بيكون في الشنطة دي. فخليكي معايا لآخر الفيديو وتابعيني، ولو كنت لسه مشتركتيش اشتركي في القناة وفعلي الجرس، ولو عجبك الفيديو ده لايك وشير. هنصلي على الحبيب. الشنطة دي كيبلينج، دي علامة تجارية لبيع حقائب اليد والظهر وغيرها من الملحقات دي. وبما انها اساسية فلازم يبقى فيها جيوب كتير وصصات كتير زي ما احنا شايفين. فيها اولا كان الايد بتاعتها كروس وكانت عريضة كده ومتينة جدا. فيها الشنط السوستة الاساسية اللي من فوق دي، فيها اتجاهين في السوست، وفيها تلات سوست تانيين جانبيين كأنهم برضو شنط تانية، لانهم برضو يعني الجيب عميق وبياخد كمية برضو من اي حاجة، فكأنهم يعني اربع شنط في بعض. جوه كمان في سوستة داخلية وفي جيب. غير كمان اللعبة اللي بتبقى مع الشنطة دي جاية معاها بتبقى فرو كده. نشوف بقى دلوقتي ايه اللي موجود في الشنطة. حاولي انك ترتبي الحاجات في شنطتك حسب الاولويات، يعني احتياجات كل شخص مختلفة طبعا عن الشخص التاني. هنا اول حاجة لازم تكون معايا في الشنطة هي ازازة المية، يعني دي ازازة المية الخاصة بيا، طلعت بالصدفة انها كمان لون الشنطة. في بقى جيبين على الجناب كده بأستك ان هما يوسعوا ويضيقوا، بحط فيها بقى ازازة المية هنا علشان تبقى معايا دايما وانا نازلة، خصوصا في ايام الصيف والحر بتنفعني جدا. بعد كده بقى البوكة او المحفظة اللي فيها الفلوس واللي فيها الكروت والبطاقة الشخصية، بيتقسموا بقى على حسب الاولويات بقى في النزول او الخروجة اللي انت نازلاها. سواء انت هتحتاجي الاول الفلوس تدفعي مثلا تمن تاكسي او اوبر، وبعد كده بقى البطاقة الشخصية والكروت الفيزا على حسب انت رايحة برضو انك تسحبي فلوس. بعد كده معايا الموبايل طبعا، ده اساسي. ده بقى الكفر بتاع الموبايل، انتوا عارفين انا حاطه الموبايل فين. طبعا اساسي لازم يكون معايا في الشنطه، ممكن اصور لكم اي حاجه مفاجاه انكم تشوفوها، او نازله خروجه او جوله في اي مكان اصور لكم على طول. مناظر طبيعيه شكلها جميل بتعجبني برضو، بنزلها على انستجرام. بيبقى موجود معايا قلم الروج على حسب اللبس اللي انا لابساه اذا كان لايق عليه. انا دايما بستعمل في الروج اللي هو المط، مش بحب اللامع قوي يعني، واللي بيليق عليا عموما. يعني اذواق كل واحده عن التانيه بتختلف، ده اللون بتاعه. كنت في مكان مثلا واكلت حاجه او شربت حاجه والدنيا اتلخبطت او اتمسحت، دايما بقى بيبقى معايا بصلح الموضوع في ثواني، بيخلص بسرعه. بعد كده معايا بقى المناديل العاديه، باكت المناديل المناديل العاديه اللي هي بتبقى يعني حوالي ستة او سبعة كده مع بعضهم، بيبقى كذا طبقة مع بعض، بيتشربوا اي حاجة بسرعة، حاجة اتكبت عليا، حاجة اتدلقت، ممكن انا عايزة امسح اي حاجة، امسح ايدي اي حاجة، بيبقى معايا على طول المناديل اساسي معايا. كمان من ضمن الحاجة تبع المناديل الوايبس، الوايبس ده صغير كده معايا. احلى حاجة فيه بقى اللزق اللي بيبقى موجود ده، ان انا بطي المناديل بيه، بيقفل عليها كده ما يتعرضوش لاي بكتيريا او اي ميكروبات، بيبقوا محفوظين كده من جوه. بالسائل اللي فيهم كمان ما يعني ما ينشفش، بيفضلوا مبلولين كده، وده طبعا احسن ليهم. النظارة بتبقى معايا نظارة الشمس في كل الاوقات، بتتلبس طبعا صيف وشتاء، وده الجراب بتاع النظارة. لازم النظارة تحميكي من الاشعة فوق بنفسجية كويس قوي، والاحسن انها تكون كبيرة على وشك علشان تحمي وشك اكتر من الاشعة الضارة دي. معايا برضو على طول في الشنطة المراية، سواء بقى ان انا اعدل الطرحة بتاعتي او ان انا اظبط المكياج بتاعي، او انا اشوف اذا كان عينيا مثلا دخل فيها حاجة،
برضو بظبطها بالمراية دي، إذا كان رمش ولا حاجة فبتنفع أوي المراية في كل المواقف يعني، ولازم تبقى المراية دي موجودة أساسية في شنطة كل بنت وكل سيدة يعني. في حاجة غريبة هتستغربوها شوية، اللبسة بتاعت الشوز أعزكم الله، يعني أنا بحب البس يعني الشوز بتاعي باللبيسه علشان ضوافري ما تتكسرش، لان اغلب الشوزات عندي بتبقى كوتشيهات وبتبقى عايزه ربطه كده معينه ولبسه كده معينه علشان يعني تبقى مظبوطه في الرجل، وكمان لما باجي ادخل المسجد وانا لابسه الكوتش واقلعه والبسه كده بيبقى سهل عليا ان انا البس بسرعه علشان غيري يقعد مكاني ويلبس هو كمان الشوز بتاعته. يبقى معايا دايما برضو النوت الصغيرة دي مع القلم، علشان افتكرت حاجة عايزة اكتبها عشان ما انساهاش، لان انا نسيه من الدرجة الاولى، فبحب ادون اي فكرة كده تجيلي، اي موضوع، اي فيديو، اي حاجة عايزة اكتبها، حط حاجة في مكان معين اكتب برضو المكان اللي انا حاطة فيه الحاجة دي، عشان برضو ساعات بنسى انا حاطة الحاجة فين، فيعني زهايمر يعني بدري بدري. الكحول طبعا اساسي في الشنطه الايام دي، ربنا يعافينا جميعا يا رب ويرفع الوباء والبلاء عننا جميعا يا رب طبعا. والماسك يبقى معايا سواء دخلت اي مكان محتاج ان هو يبقى فيه ماسك البسه، او يبقى فيه تجمع برضو بحتاج ان انا البس الماسك ده. واساسي طبعا السبراي الكحول للتطهير يعني. المروحة اليدوية دي بقى اللي بتتفرد كده وتتقفل تاني، دي بتبقى في الشنطة بقى معايا يعني، اما تبقى الجو حر او في مكان مكتوم ولا حاجة ونفسي كده يعني مبقدرش اتنفس اوي في اماكن مغلقة، فبتبقى معايا يعني بتساعدني شوية على التنفس، واذا كانت الدنيا حر برضو بتهون عليا شوية الحرارة اللي موجودة في الجو في الوقت ده، فهي كويسة أوي تبقى موجودة في الشنطة في أي وقت بحتاجها بطلعها على طول. القطن بتاع الودان ده برضو أساسا أنا مش بستخدمه للودان خالص، لا في البيت ولا هو معايا في الشنطة، بس بيبقى معايا في الشنطة كذا واحدة كده، علشان مثلا لو كنت حاطة كحلة أو مسكرة واتلخبط أو جه عليه مية ولا حاجة، فأنا كده كده بستخدمه في مسح المكياج يعني، بس يعني مش في الودان ولا حاجة، وعمري ما استخدمته في الودان. الكريم عبوة صغيرة كده تبقى موجودة معايا، كريم مرطب بينفعني في أي وقت من الأوقات يعني، خصوصا في الجو الشتاء والسقعة برضو، لأن بشرتي أنا جافة فبينفعني جدا يعني. الإبرة والخيط ممكن انكم تستغربوا لما يكون في إبرة وخيط كده في الشنطة، بس هو بيلحقني في أي حاجة يعني، ممكن أي حاجة تتقطع، أي حاجة تتنتش، نربة مواصلة يعني، في نتشت الطرحة في الاكسسوارز اللي انا لابساها مثلا اتقطعت، فهو بيبقى كويس يعني بلحقها على طول كده في ساعتها، عشان ممكن المكان اللي بكون فيه ما يكونش فيه إبرة وخيط. المسكن معايا اساسي في الشنطة، لازم يكون معايا علشان دايما بصدى اما بكون بره البيت، واوقات كتير ما بكونش واكلة فبصدى، فباخد اخف حاجة اللي هو البنادول، وطبعا الدواء اللي معايا التاني ده للبطن فلاجيل بيبقى معايا برضو، هما دول اللي بحتاجهم بره البيت لو بطني او صداع او حاجة، ممكن انا اخد الحاجات اللي معايا دي، وممكن اي حد يكون معايا يعني يحتاجهم فياخدهم في الوقت ده يعني انفع بغيري. وانتي لو كنتي في الجامعة ومعاكي صحابك في الجامعة دايما بيسألوا معاكي مسكن، عندك حاجة مسكنة، فانت تديهم على طول وتساعديهم. كمان البونبون ده بيبقى معايا حاجة مسكرة كمان في الشنطة عشان ساعات بدوخ لو راكبة مواصلة كمان، فحاجة مسكرة تبقى معايا، ده اللي معايا النهاردة. ممكن تكون مثلا تمر، ساعات بيكون معايا تمر، ممكن يكون معايا مثلا شوكولاتة، اي حاجة تكون فيها سكر وخلاص في وقت اللزوم يعني. تمام. السان بلوك لازم معايا في الشنطة برضو حسب النوع اللي بيليق على بشرتي، مش مهم نوعه ايه، المهم انه حاجة لايقة على البشرة، اذا كانت مختلطة او جافة او عادية حاجة تليق معاها، ولازم يبقى معاكي في الشنطة، لان السان بلوك يا بنات بيتجدد كل ساعتين، وانتي برا البيت فترة طويلة وفي الجامعة بتقعدي فترة طويلة، فلازم يبقى معاكي السان بلوك في الشنطة حماية برضو لبشرتك، وما يكونش اقل من +50، لو زيادة ماشي لكن أقل لا. كمان معايا البلاستر اللي هو بتاع الجروح ده،
اللي بيستعمل لمرة واحدة، برضو الطويل ده اللي هو يعني الحجم العادي ده، وكمان الدائري. اي جرح اي حاجة وانا بره، او اي حد معايا، او اي حد معايا معاه اطفال برضو بيتحركوا كتير وبيقعوا ويحصل جرح، فيتغطى بسرعة لغاية لما يتعقم ويتظبط. مفاتيح البيت طبعا، المفاتيح عموما بتاعت باب العمارة وباب البيت، وكل المفاتيح اللي انا بحتاجها لازم تبقى معايا في الشنطة، من غيرها يعني نقعد على السلم. لازم المفاتيح تشيكي عليها قبل ما تنزلي، تتأكدي انها تبقى معاكي. الهاند فري عشان اوقات كتير بسافر من القاهرة لاسكندرية، اسكندرية القاهرة، فطبعا المسافة طويلة جدا، فبسمع بقى اي حاجة، يعني اي حاجة في الوقت ده انا حباها بسمعها، يعني بيسليني شوية في الطريق. برضو الفوط بتاعت الاوقات الحرجة لازم تكون معاكي في شنطتك، اتفاجئتي في وقت معين ما كنتيش عاملة حسابك انها تيجي في الوقت ده، لازم تبقى في شنطتك الفوط الشهرية والفوط اللي هي بتكون يومية، سواء ليكي او لاي واحدة صاحبتك معاكي، برضو تتفاجئ انت تساعديها وتديها من الفوط دي. اساسي طبعا لازم تبقى في شنطة كل بنت وكل سيدة. بيكون معايا رول عطري كده، بيبقى معايا عطر اي ريحة انا بحبها، يعني علشان كمان هو طبعا ممنوع او حرام ان احنا نحط اي عطر في خارج البيت، بس ده يعني في الاوقات الحرجة ساعات، يعني بدوخ او بتخانق بحط في منديل، او يعني انا بشم منها على طول، بحيث ان هو يفوقني شوية، وكمان بحب يبقى فيه ريحة حلوة كده حواليا. مش هينفع حواليا، خلاص في الوقت ده بشم منها وخلاص بقفلها وارجعها تاني. كده معايا برضو المشروبات المفضلة اللي أنا بحبها، معايا نسكافيه اللي هو جولد واللي هو بريك ده كمان، الاتنين دول بحبهم، فبحب يبقوا معايا في الشنطة لو رحت أي مكان أو زيارة عند أي حد قريبنا يعني مننا فينا كده، يعني مش حد غريب. شوية مية سخنة وبحطهم وخلاص، وأشرب المشروب اللي أنا عايزاه لو هم ما عندهمش المشروب اللي أنا بحبه. ساعات بيبقى معايا بكوات كده برضو من السكر، السكر البني بيبقى معايا برضو لو انا عايزه احلي بيه، او اي حد معايا عايز يحلي بيه، وبما ان فيه بقى سكر وقهوه بقى والكلام ده، لازم يبقى فيه كمان معلقه، المعلقه المغلفه دي البلاستيك بتبقى معايا برضو، بتبقى خفيفه في الشنطه لو اي حد محتاجها او انا محتاجاها، برضو بتبقى يعني بتنفع في وقت معين. ما تقولش عليا بقى فاتحه كافيه في شنطتي، والله الحاجات دي بتبقى يعني ساعات بتنفعني قوي، يعني مش شرط كل حد زي التاني. السبحة برضو أساسي لازم تكون معايا في الشنطة، بسبح بيها برضو لما أكون فاضية مورايش حاجة راكبة مواصلة، يعني في وقت فاضي برضو بسبح بيها، منها إن أنا مضيعش وقتي، ومنها برضو إن أنا أكسب حسنات في الوقت ده. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وقولوا لي أنتوا كمان إيه اللي موجود في شنطتكم، اكتبوه لي، قولوا لي أفكار جديدة لفيديوهات جديدة. متنسوش لو عجبكم الفيديو ده تعملوا له لايك وشير في الجروبات، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، لغاية ما اقابلك الفيديو الجاي على خير. خلي بالك من نفسك، باي باي.